السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد من قلب بريطانيا. يا أهلا وسهلا وبالأخص ليفربول. يا سلام. أيوة أرض الأنفيلد. أرض إيش؟ الأنفيلد. مو صلاح. وش يعني أنفيلد؟ مو صلاح يعني معناته ده سين ثم مانشستر يونايتد. تراك مانشستر أوي سابق، لا تسوي فيها. مو مشكلة. هادوا الموضوع. قبل وشيء أهم من مانشستر والطق ذي اللايك والاشتراك عزيزي المشاهد. نعم. شكراً, شكرا 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 على الدعم الماضي واشتراكاتي جت على المقطع الأخير. تدرون كم؟ والله ما أكذب، 25,000 مشترك في المقطع الأخير. ما شاء الله تبارك الله. كم كنت على المليونين أصلا؟ باقي 112,000 بس وادخل مليونين. فخلوني أبغى شكرا والله عقبالك ما شاء الله. هاي والله بتجي احتفالية خذها مني ولا أذن ولا ببلاز. لا لا هذا قبل باقي 125 على المليون. باقي لك كم؟ 125 على المليون. يعني ان شاء الله كلكم يا ان شاء الله باذن الله. ايوه باذن الله نحتفلكم. طيب يا جماعه الخير، رايد شو عندك طاوله كذا بتقدم اخبار؟ لا 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 لا، اليوم عندنا منتجات بريطانيه راح نجربها مع بعض. اوضح شيء قبل لا نبدا. وشو المقطع اللي شاركت فيه الماضي؟ كنت معك. ايه؟ البعض يحسبني منفذ زعلان او شيء. يا اخوان انتم لازم تعرفون شيء، انا كنت امر في أسوأ حاله من حيث الاكل والتمرين. نعم. تمرين عالي جدا، اكل في الارض، ما كان عندي طاقه، كنت زي الزومبي امشي صحيح. ادور السرير والاكل بس راى ابو مشوح طردني فقلت نعم. لازم اجي. نعم. فاعذروني ان شاء الله ما تكرر. والسبب شباب اللي مشارك في الفورمولا فخسرنا. ايه طولنا طولنا خلينا نبدا. كل واحد جايب اغراضه. ونشوف منتجات بريطانيه. بسم الله. انا من الحين اقول لكم حار ما اكل. طب تقييم بناء على ايش؟ على الشكل. مين هم يقيمون مين افضل اكل؟ بس هم عندهم يعني. من عندهم هم يقيمون في الكومنتات. انا رجل تعرفون في شخص يعني يتصيد علي حلو، فعشان على قولتهم ارضيه حلو جبت له منتج بروتين دايت. وسلم. بروتين دايت بنكهه الفحم. انا ما اكل وش ذا الاشياء. شوكولات عاديه حلو بس وش بروتين أبدو. طعم الفحم. طعم الفحم ايه هوريو. لا بجربه. انا بجرب معك. انت اي انت لا لا بس اقسم اقسم والله لا انزل اقسم تكفى لا تلهط على ضوء. طلع شيء ابيض داخل. هذا وش ذا؟ كيف تاكل ذا الاشياء؟ هذه الحاله يبي تمرين. الله يعين على اسنانكم يا عيال. طعمه قديم. نشات وراء علك. هي والله طعمه قديم. مارس ذا مو بوي. اعطوني كيس. وش ذا؟ علك صح؟ لا شينكو مو بعلك. ها بس مو سيء والله. حلوة. يعني 4/10. بس أقولك لي والله تصويت تصويت. أنا 7/3. والله والله طعمه قديم بس مو حلو. داخل بياض دار بياض جوز هند. نودع الجنب. طيب أنا وش جبت لكم يا أخوان اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليز وش؟ أي ليز بس ليش؟ وش؟ ليز بنكهة بيتزا هت. حبيبي مكتوب ويلكرز. يا ابو موليز موليز هذا ويلكرز. ويلكرز جديد. ابدا. وطعمه بيتزا هات. بيتزا هات. يعني ليز بس جلوبال وركرز وانت صدقت. وبيتزا هات طيب افتح. شو بيتزا هات؟ ماكس. كذا ماكس. ما ادري. شباب مو بيتزا هات معقولة نكهة بيتزا هات ذاك اللوجو. ها ها. في نكهة. معقولة. تكسي ام باربكيو. كذاب قولون ما اكل. ما ترجع علاقه مشوي شيء مشوي لا تشوي بس يلا هي نعد ثلاثة وناكل سوا. اصبر يلا 1 2 3. الله الله انا جايب نقول الله الله يديم النعمه. هذا ايش؟ استغفر الله مش واحد. هذه بداية المقطع. يا تقييمكم على صفر يا اخي. طعمه بيتزا مشوية. تقييمك بكل أمانة أنا ما عجبني. 2/10. تقييمي الله 0/10. إي قال لي وريني. كأنك تاكلني مرة زود. لا لا لا. 2. طيب المنتج اللي عندي صح؟ إيه إيه. أحا أحا. يلا بسم الله ناكل بلاستيك. هذا شوفه في أفلام ذا. لا اله الا الله. بس ثواني من وقتك. فانتا. فانتا ايش؟ فانتا بطعم وش ذا؟ ما تعرف طعم الاناناس الثاني ما تبعته صراحه. دقيقه قرب طعم قرب فروت رجلين الخنزير. مستحيل مستحيل خنزره جاي مو قرب فروت نكهه ذا. طيب اقرا اقرب روح يعني انا قريت الاناناس بس وجبته. بس تكفى خلنا نشم الريحه. صبر شوي
لونها ابيض لونها ابيض هي اكيد اناناس يا عيال وجريب فروت ريحته حلوه صح؟ ريحته يلا واحد اثنين ثلاثة فيتامين سي والله انه حلو يعني فيتامين سي اقسم بالله انه حلو والله حلو والله شفت انه منتج حلو منتج حلو لا لا ما الحمد لله ما في شيء ما نتابع والله فيتامين سي والله فيتامين سي والله طعم فيتامين سي والله تقييم والله لذيذ 10 صراحه لا لا تو ماتش 10 شوف انصف نفسك لان هم اللي بيقيمون طيب اللي ينصف نفسك كثير انا اعطيت نفسي صفر اصبر طيب انا بقلعك تفضل انت الحين بدل ما تروح تشتري فيتامين سي وما ادري ايش هذا تروح تاخذ مشروب تستمتع فيه وتتعالج صح ولا لا صح 2-1 10 كم قيمه 6.5 هي ما عجبني مره بس فيتامين سي طعمه لا اشرب لا ادري انا تبع والله 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 كل واحد نسقط تحت تبيها مشروبات رجع كاسك شلون رجع كاسك شلون يعني شوف هاي سوي انت سبيته ادري لا هذا وجهي هذا طويل مره لا وش ذا وش ذا والله مثلي بس عجبتني الوانه والله الوانه حلوه والله الوانه حلوه يعني شلون انت حشريتها انت وشو هذا يعني قصه رعب اسمه ايوه رعب بالمعنى رعب بالحمام هذا طول العمر السلامه اهم شيء ما فيه مواد ممنوعه هذا اهم شيء يلا خلص ومشروب طاقه ترى نكهته مانجو لوكو لوكو مانجا لوكو شفت السيرف اللوكو نخرور الخنزير لوكو صب صب شوي انا ما اشرب مشروب طاقه بس 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 وش ذا والله منجا منجا بس 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 نو والله منقع سني مرقد مستشفى منقع مره صح يا ساتر يلا واحد نزل حلو والله حلو والله حلو رب الكعبه حلو والله حلو والله منتجك هذا الثاني والله جيد مع انك خاذلني في الاول بس اسمعني ها انا تقييمي 10 من 10 سالتني ليش؟ ليش؟ لذيذ كالوريز قليل ايوه يعطيك طاقه لا مشروب طاقه يعطيك طاقه انا ما عندي مشكله عشان الكالوريز انا اعطيك 7 حلو 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 سبعة صح سبعة بس ما اعطيه 10 انا اعطيه 10 وانا عشان اللوكو 6.5 والله انا شخص انا والله انا شخص انا طيب اسمع الفرق اللي مني خلينا نحسب رجع ايش ما عليه اصدق والله ما ادري عشان الطاقة كذا بس والله حلو حلو العالم يعني صراحة انا عقب ما خلص المقطع ما اشرب كثير باقي مشروبات ايوه نزلت كاساتكم رجعوها الان ما انت غطيب مني والله فانت البنفسجي بطعم العنب لذيذ ورب الكعبة على ما والله منين بقالة والله نفس بقالة توب جراب كلب عنب صح كلب ايه عنب انا شفت شكل عنب بس متوب جراب شراب بسم الله يا عيال بكل امانة قيموها اكيد ما يحتاج هذا انا ذكته احا هذا اي انا ذكته ذكته ذا وش ذا؟ لا ما انا ممدوكه معنا انا معك كمان بس انا ذكته خلينا نشوف بسم الله 3 2 1 اكشن عرفت عصير طعم مرتبة سيارة يعفط وجهه يعفط وجهه عشان ما يعطيني اقسم بالله انه انه مويه وسكر والله غريب شوفك على طول وديته اعطي نفسي 3 4.5 لا لا ما ادري ما ادري حق ود قلب اسود 4.5 عادي احس انه عادي يعني مش نزلت على المانجو نزل كوابنا نزل كوابك لانه لو شربت شيء يمكن اطلع شيء ورجع كوابك لا زحف زحف هذا زحف بس يعني منتج جديد ما وانت مديو بطعم القرش بطعم القرش يا سلام لا صادق شوف انا شفت القرش ترى جاي ساخن على الشكل صراحه طيب وش وش طعمه ايش بس ما ادري وش الصراحه طيب مشروب ما وانت مديو الغريب القرشي لا يا ابوي هذا خنزير البحر اسمه القرش ذوق ذواقه يا عيال هذه مو عطش وش الريحه والله دواء يلا 3 2 والله حلو وش الطعم انت هذا يعجب اي شيء من فواز وانت يعجب اي شيء من اودن انا وش تشوف من تحدي يا اخي بعد فايز يا اخي مو حلو 1.5 لا 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 والله انك مشخصن والله انك مشخصن 3.5 يلا حول صوتك والله ما عجبني والله وانت قل الصدق 5 الصدق 6 ايوه ما انت بعيد عني عاد المره نزلوا ما بعيد عنك مع منتج شله فوق وش ذا بيك باك اب باك اب باك اب شله فوق هذا اسمه شله شله فوق شله فوق خفتر بتشيل هذا المنتج عباره عن بسكويت ورم عيال دقيقه ايوه ورم أيوة. وريهم عشان يشوفون بسكوت بالشوكولاته بنكهه السولتد كراميل اتكرر بها ذي ترى يا انت بتنتقدوا بس لا والله انا صرت كامل ما احبه والله صفر لا لا واحد
تفضل. والله صدق فوز فوز. انا من واو شو بتعصر اخراني ما اخراني امسك. ليش اعطيتني واحدة كبيرة؟ طب ركلت على طول. اصبر اصبر 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 مو حلو. احس رهيب. احلف ما تقدر تحلف. تذكرون قبل كان في تويكس قديم اللي يجي كذا وفي شوكولاتة دقيقة يا بسكوت في مرارة. اللي يحبون صوت الكراميل والله انه حلو. اللي يحبونه انا من محبين صوت الكراميل. والله شوف انا اول مره ذوق صوت الكراميل. اللي يحبون صوت الكراميل انا صراحه اشوفه اسطوري. 3 من 10 انا زي لا والله انا 5 ما احب صوت الكراميل بس والله انه حلو للي يحب صوت الكراميل. اقنعني كلامه. 3 ونص والله. هو مالح عند مين الحين؟ عندي هو مالح كراميل عندي انت هذا الحين عندي صح. بسم الله. محبين الملتيزر جوي ولكن كيك كيك ملتيزر هذا اذا ما اعطيتوني 10 فهذه مصيبه. اعطيك معلومه ملك الملتيزر فواز ينطر في الكور من عرفته. اي صادق صادق والله العظيم من اليوم شايفه ياكل اقسم بالله على العشق. افتح لا لا كثير كثير. هي عطنا واحد من كاسنا. لا يا عيال افتح بدوك يخليك بجوز. طيب يب. طيب جايب لك كرتون ليش تمغمغ؟ وش ذا تتمغمغ اتوقع؟ لا انت ذاك عطوه واحد اثنين ثلاثه. طيب 10 اي والله العظيم 10 ورب الكعبة 10. هي والله انه حلو. 8.5 من 10. ليه 1.5؟ قد يفكر قد يفكر فكر وصل 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 والله بقدر لي مرة. يا هذا يا بيابس عن زي العن ايش يابس. يلا يلا 3.9 هي الهديدة. واحدة ثانية مع انكم الحين كلتوا اشياء كثيرة تقول مشروب بمشي اطلعكم يا حبيبي. احنا شلون بننام الليل؟ ما ادري والله عيال والله ما ادري صدق احس اني ندمت صورة المقطع هذا. طيب شوف مشروب انت بتقول انك طعمه شكله تفضل. سفن اب بطعم ايش؟ المانجا. عفوا بطعم الخوخ. سفن بطعم الخوخ؟ انا السفن عادي يعني شوف. لا لا وين سفن مشي البطن مع خوخ من جد؟ انتوا بطنكم شوخ. يلا يا عيال لهالدرجة ما يشهي يعني والله والله انا جالس اختار اقول هذا العيال بجيب راس العيال فيه. ليش انت تعطيني رده فعل؟ ما ادري شو سفن خوخ؟ زعلتوني والله. والله ما ادري بس غمض وبس. سفن شيء حامض دخل مع خوخ شوي ذوق. اوكي الله صفر بالعشرة. صفرين والله صفرين والله صفرين مو حلو ما يصير والله ما يصير بصفر. يا قبيح قسم بالله قبيح قبيح قبيح. عط 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 صلي صلي والله قبيح. تدري ايش لقبي؟ خرج عن المألوف. وشو؟ خرج عن المألوف. دوار الشمس البريطاني. دوار. انا بفضل. وش ذا؟ دوار الشمس. دوار الشمس. فص فص بريطاني. يلا. خنجر. خنجر خنجر خنجر. احس انه ما راح يفرق معي الطعم. ابدا. 1.5 من الحين. ايش خير؟ اي نبدا بشيء جديد صراحة. واو ريحة بريطاني. صراحة. المحبة. اصبر تكفر علي. صح والله انه حلو ويفرق في فرق شوي والله ما بيظلم الرجال. احس انه فريش والله ما بيظلم. 5 5 اي المنتج يعني المنتج معروف مشابه. دوار شمس مشابه مشابه مو جديد. هذا لخمكم خوخ لا لا, لا شوف انا بالتيزر بس كيك هذا جاب لي سفن اب المعروف لكن فهمت صح. انت بت المعروف يعني نفس نفس ما تغير الطعم 1-2 جاء دوري يا اخوان. 0 من 10 هيا اقسم بالله انا شخصا. لا والله يا اخي مو مشخصر يا اخي والله مشخصر يا اخي. دور شمس وين يا ابوي قاعد تكشم ساعه قبل صبح يا اخي بيتكم تطل تلقى بهارات. لا في دور شمس. دقيقه يا دقيقه 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 يا جماعه الخير انا مسافر ممكن ما اصور لكم كثير باليوتيوب ولكن موجود دائما بسناب شات. هذا السناب حقي اذا صور الشاشه الان وضيفني ولا الرابط هذا سنابي. طيب منتج يا رايد وشو منتج تبون اشياء غريبه انا اعلمكم في العرق. شيء غريبة. دقيقة لا أنا أفتح وأعلمكم. شام فينا شيء. لا لا. إذا قلت لكم شيء ما تقولون لا. خلاص. أيوة. لا يمكن أنت الوفاء. طيب. أفتح أمك. لا لا. لا لا. والله. لا أنا أبخ. راد راد. أنا أبخ. لا بس عشان المصداقية أبخ أنت أول. والله
قول افتح انا بفتح فمي وحط انت افتح انا هات الله عليك حلاو حلاو بس بخاف والله لذيذ اي والله لذيذ يربع اندرلين حالي مره يربع ايش اندرلين هرمون السعاده صح قيمه له ها 8 من 10 انا 10 يلا ابتكاري وانا 10 اعطي نفسي حلو والله انه حلو اعجب ادمن 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 والله لذيذ والله لذيذ مره حلو يلا فواز عطنا منتجك منتجي طيب كلنا نعرف هالمنتج حلو ايه بس هالمره بشكل جديد عرفت البابلز ما ادري وش البابلز بنفسجي بالجيك هالمره بستايل الرول حرفت كيكه اليمامه اللي اخذها هذا هو افتح هندوس يا حمود ما تجيبون اشياء انتم والله تفتح خذ نص اعطيتني هيك اللي تركبتك طب من الان قيمه 10 والله حلو والله حلو والله انا 2 والله انتم شخص لا والله والله مو حلو مو حلو ابد لا حلو حلو 7 ونص اعطيه يمكن عشان رايد لمسه حسيت بملوحه لا اعطيك كف على وجهك عطني عطني مسوي اما مويه بالله عطني طلع مويه ممنوع يشرب مويه طيب لا ما تشرب مويه في لستك مشاريب مجهزه بس يرحمنا ايش جايب؟ يلا والله كثرت مسوي يا اخي عيال انا عارف ان طيب اسمعني كلكم بتدورون منتجات اكل صح؟ فانا لازم اجيب لكم شيء يكسر طيب اسمع الشيء اللي يكسر اي تدري ايش جبت لك؟ كيت كات اسود لانك ابو قلب اسود شايف الاسود ذا وش نكهته ذا؟ يقول لك هذا بنكهه اعاده التدوير والله يا ولد هم ما عنده كلام معنا يا ابو سلفون وش اللي عاد التدوير؟ وش التدوير من جد؟ لا يا اخي مكتوب دارك لا دارك وش مر؟ ايه لا تكفى تكفى والله ما بني لا يا اخي اخي لازم العمر تعرف والله العظيم انه اسود يا ساتر والله عطني عطني مكسره يلا 3 2 1 اصبري بحال انا بسرعه والله حلو والله حلو عطني بعدين عجب عجب والله بس مكابر لا بس عشان اشوف الدارك القلب اسود والله مستحيل يطيح زين والله حلو في حلاوه مع مروره سلم علي 8 من 10 حتى 10 انتم 9 ونص 9 ونص والله دفع نص يا اخي يلا روح يا اخي ترى في دار 10 والله حلو انا اعطيه 7 طيب جدوري دوري صح؟ احنا الموزع ب 10 9 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين برينجلز الباربي باربي يا ابوي شرم اي انا معاكم والله شوف يا خلي 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 عندي خلي عندي اسمعني 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 ها خلني بقول لكم شيء ابى اسوي تحدي انا ها وشو انكليت ايوه اللي تابع بيشترك اضمن لك انا حطيت 5 ترم بيشتركون بعد شوي مرقد مستشفى اسمع كمل معك مستحيل لا 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 يا اقول لك ايه بننتظر والله بيشتركون بس كل وحده يلا اشتركوا يا جماعه خلينا نشوف بعض المقطع ترك مليونين تمام والله اقول لك شيء بس بتاكل تمام جيب لا ما بيشترك ما بيشترك ما بيشترك يا عارف ناكل يا عارف جايبين منتج احنا ناكله كله يا رايد والله ما لك داعي الناس اشتركت جاب جايب الناس اشتركت يا رايد اللي احنا الناس اشتركت والله لا اكل والله لا اكله طبعا شباب اذا ما تدرون معروف رايد ما ياكل اي شيء بحري بالضبط اي شيء في البحر ما له علاقه هو بنفسه وقع عمره يحسب لنا بابي ما ادري وش ولقم شرم احا وركض اشغل شيء في النت اعطيته نص دي اعطيته نص يلا 1 2 3 اول مره دقيقه اول مره رايد بيسجل اول مره رايد ما يستعجل انتظرني دقيقه قولوا لهم اشتركوا والله هو قد التحدي واكل رغم انه ما قد اكل بحري اول مره اسويها يا عيال انا ما اكل كله ابدا بحري بحياتي قسما بالله العظيم ما لكم عذر اشتركوا 3 2 1 بسم الله كاتشب والله عادي والله يا حامض كاتشب والله يا حامض عادي ما في اي طعم شرم تحس طعم الصوص اللي يجي مع الشرم خلاص خلاص قفل الموضوع كيف الموضوع انت اللي جايبه انا قلت انه الله واضح ان فواز بينقنق عليه اخر الليل تقييمك 9 من 10 1 ولا 0 والله مستحيل مستحيل ترجع تشتريها انت انا مستحيل انا جبت عشان انتم تاكلون فكره اني كانت انتم تاكلون انا معك طيب كم تعطي تقييم؟ سالب طعم غريب في كاتشب في طماطم انا اشوف انه هو عرفت الملح وخل؟ ها ابعد الملح شوي
في شوية خل. طيب دقيقة فواز بعد منك. دوري دوري. لا 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 كثير هذا فيه شيء كثير. هذا ايش؟ يا عيال اسمعوا طبعا لما هذا الخنزير ذاته تعرفون؟ تعرفون الايس تي؟ ايه حندر عندنا اللبتن هذا ايس تي لكن بنكهه الخوخ من شركه بريطانيا. طلع صعب علي. هات 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 ما تلعب علي تقول ايس تي وين مكتوب ايس تي ما في اي زفت. هذا ها بابل تي. ايه بابل تي ابيض ما ادري ايش معناه بس وش بابل تي ما ادري وش هو حبيبي البابل تي عرفته ذا اللي يصير معك كور مشروب كان راني يا خلوني اجاج جامد جبت لكم درجات قطع لا قطع كثيره لا والله بمعدتي يا اخي ما عليك صب بشوف لا ما في قطع ولا قطع ولا في شيء شوي بس شوي بس شوي اسمه قطع الشاهي يلا واحد اثنين ثلاث والله انه لذيذ ما جازري ما جازري لان في قمل ما قمل هذا قمل من مشعرك لا كاسك اللي قبل لا وربي صب زياده ما في اي قمر في الموضوع اي والله انا لذيذ يا عيال كان اشرب الا شوف الببل اي والله شوف جد شوف اي جد دوائر واحد ما جد واحد الحمد ربك والله حلوه وش ذا تفقع بالفم يا بيضل ايه شباب انا احسب انه ايس تي والله طيب ايه. اسمعون تقييمي ايه. له ما يتقيم والله مو حلو انا برا التقييم والله من جتني ذاك والله احمد كبدي طيب عيال دقيقه بس اسمع بودن الحين مع بعض نطلع كل واحد يطلع منتج ونبدا من اودن يلا جاهز طلع منتج ثاني واحد اثنين ثلاثه تعرفون الحلا هذا شوكولاته صار حلاوه ريسس ريسس الدوائر صار حلاوه هذا من اي بسطه جايب هذا شو عنك هذا وش من هلك ذا سوق مست والله سمبوسه جايب انت لا مستحيل شيء قيم بالترتيب بعدين خلني على اخر طيب كالعاده العضلات سبحان الله يا ابني بروتين جلاكسي لا العضلات ذبحتنا يا هذا وايت اوريو اسمه ما يشكي نفس اللي قبل بس هذا لون ابيض اي ترى نقدر نمنع هذا هذا شين كله جديد هذا جديد لا 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 ما طلع قوانين كل كل نمنع بدون منع كل 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 بس كل ها تمنع يا ابوي ابو بيعه برجع الرياض انا اخو شايف الخراب اللي سويته في الاكل ما بغضوك يا اخي حقك صندوق تا ما تطغشني بالسبيرة الله زي الزفت يلا 3-1 ابو اذني عليك منتجات يا اخي بعدين انتم منتجات يا اخي حقين النادي واخي ما توك يا اخي احس باللي احصيه في الرياض هذا اقوى شيء اقدر اكله الله كلم النعمه يا اخي يلا ها يا عيال يلا حلو هذا اصبر مسافه المضغ بس بعدين انت ذا اصبر صبر من 10 عيال احس انه لذيذ ذا لا اوكي يلا تلزمون ما تطلع من فمك هذا حرام ايه طعمه فصفص صح؟ لا طعم الريكس نفسه جاء والله حلو بس عن نفسي ما عجبني ذا اللي قبل احلى طيب انا مع نفسي بنهي المقطع ولا اكل حقك ولا لا 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 اي وجره اي والله والله حقي يحمس اسمع والله الريسس بعد اعاده النظر ضعيف جيد صراحه والله انه ضعيف يا اخي بدل ما تاكل بدل شوف بدل الكوب يا اخي الحين صرت ثقيل لما تاكل صح صح لهاتك صح صح هات حصه خفيفه على بس ما لحقني هي مقفل اربع مره السحر ذا والله مو منطقي هيك فينا شرك يا شيخ لا لا مستحيل صح بطاطس صح بطاطس من بخاري بليلة بليلة أتوقع بليلة أنا كم تقيمونه بس من 10 من ناحية المنظر يعني. صفر سالب 20 وربك كيس أبيض مقفل مستحيل ممنوع ذا جاي تهريب جايبه لا أيوة وشو حلوم حلقوم يا حلوم لا حلوم حلقوم 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 إيه شو تقول ألذ حلقوم ممكن جايبه من عجايز هنا 100% واضح من القصة اعطيك سمعي؟ لا لا بخلي لا لا صدقني خذ واحدة يا اخي اصبر يا اخي نعطيك ثلاثة واحد اثنين ثلاثة يلزق 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 والله هو طريق والله حلو حبيبي في العيد الحقوم يكسر الفك هذا وراء طريق لان هذا هم هنا هنا سوونه يا اخي طعمه ورد تحس انك قاعد تلعب في ذهب بالله انك صادق قيم 10 والله حياة والشكل مع الشكل مع شكل 2.5 والله والله 2.5 ملا علبة كذا اللون قصدير علبة قصدير هي تبي الصدق ما تهمني المظاهر انا الحلا يهمني الباقي ما اقدر اكمله كامل يعني حلو 10 يعني والله لذيذ عشان اوصف لهم النكهه كانك من برش في مباراه تاكل الثقيل هذا طعمه
والله العظيم يا عيال انا انا لو مكمل المقطع تدرون شو يصير فيني؟ الانسولين مليار يمكن يغمى علي. لا وين اطلع كوبك؟ لا 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 انا اشوف من المقطع والله كيف خله يقنعنا خله. طيب اقول لك شيء دوريت في البحر بسك بحر انت الحمد بحر بعد يا اخي تجيب اشياء غريبه حقت بحر طعم وش مكتوب كول اوريجينال شيء طبيعي طعم العادي انت ماخذ على اللون ايوه وحك دي غرضك والله في غرضك طيب شو هذه اوري يا اخوي شفناها كلها منتجات لا لا هذه حقت اللي قبل صح اوريو ابيض اوريو ابيض والله اوريو دبل كريم يعني لهذا اكثر وهذا يرحمني يعني انت جنبي يا الصوره هذه وش بي الى هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه الفيديو مشو لايك واشتراك الله يسعد هذا الوجه ووفقك ديم كرس ويعطيكم العافيه يا اخواني الله يسعدكم بيسر بحاله مع السلامه عزيزي المشاهد حمل تطبيق كودو واستخدم الكود حقي RA2 ويجيك خصم 20%